بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصدقاء المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة. أما بعد، إن شاء الله اليوم أو الغد بحسب موعد عرض هذه الحلقة سينطلق كأس العالم في قطر، هذه الدولة الصغيرة اللي حطمت كل الأرقام القياسية وقفزت فوق كل الحواجز وفاقت كل التوقعات. مين كان يتوقع انه دولة بحجم قطر في الشرق الأوسط تستضيف اهم حدث رياضي في التاريخ، كأس العالم، واثنين مليار هيتابعوا، عيونهم هتكون ابتداء من الليلة تنظر الى قطر. وهذه الحلقة اصلا ليست للمديح والانبهار في قطر، لانه كل الكلام اللي يمكن نقوله لن يوفي قطر حقها. يعني ومبروك للشعب القطري وللأمة العربية والإسلامية هذه الاستضافة اللي ستغير نظرة العالم للعرب والإسلام. ولكن هذا يستدعينا احنا في قناة زوايا مظلمة أن نضع سؤال، وسؤال مهم وخطير جدا، هو كيف نجحت قطر في تحقيق هذا الدولة الصغيرة بينما اليمن تقبع في أسفل قائمة دول العالم؟ يعني ودنا نعمل مقارنة بسيطة بين اليمن والوضع اللي هي فيه وقطر وما حققته. تعال نحسبها أنا وانت كده على السريع. كم تبلغ مساحة دولة قطر؟ تبلغ مساحتها 11,000 كيلومتر، 11,000، بينما مساحة اليمن أكثر من 500,000 كيلومتر مربع. يعني اليمن أكبر من قطر بخمسين مرة. محافظة صنعاء وحدها تبلغ مساحتها 15,000 كيلومتر، يعني صنعاء أكبر من قطر. فتخيل أنت هنا حجم المساحة، اليمن بحجمها الهائل وقطر بحجمها الضئيل جدا، وشوف الفرق بالإنجازات وهنجي. طيب كم عدد القوى العاملة، القوى الوطنية، الموارد البشرية التي تدير ثروات البلدان؟ عدد سكان قطر 2,800,000 أو 900,000، 14% منهم فقط قطريين. يعني قطر فيها حوالي 400,000 قطري أو يمكن أقل، بينما 40% عرب و 36% عمالة آسيوية والبقية من جنسيات مختلفة. بينما عدد سكان اليمن نتوقع الآن مع تيش تعداد سكاني اتخطوا 40 مليون، يعني برضو عدد سكان اليمن أكثر من قطر ب 13 ضعف. طيب كم الناتج الوطني القطري، الناتج المحلي؟ تخيل دولة صغيرة بحجم قطر ناتجها السنوي ربع تريليون دولار، حوالي 245 مليار دولار، بينما اليمن بحجمها الهائل وثرواتها انتاجها المحلي السنوي 26 مليار دولار، هذا قبل ثورة 2011، أما الآن يمكن ولا مليار دولار حتى سنويا. تخيل هذا الفرق بين دولة صغيرة. طيب ماذا تمتلك قطر؟ تعتمد قطر يعني بشكل هائل على الغاز، بينما اليمن تعد أهم رابع مصدر للغاز في العالم، رقم 4. اليمن تمتلك ثلث احتياطي النفط العالمي، تمتلك باب المندب، تطل على بحرين، ثروة سمكية، ثروة زراعية، مواقع تاريخية، جزيرة سقطرة، جزر هائلة، ولها أهمية استراتيجية عالمية مثل ميون الذهب، المعادن، اليورانيوم، وحدث ولا حرج. وعلى الرغم من كده ناتجنا القومي 26 مليار دولار قبل 2011، بينما قطر 250 مليار دولار تقريبا. هذا الفرق بين الدولتين من فين جاء؟ إذا عملت الدراسة هذه كلها تكتشف الفرق بين يعني هذا وبين هؤلاء، بين الشخص اللي همه على بلده والأشخاص اللي همهم على ثرواتهم الخاصة وتمرير الأجندات الخارجية. في حين انشغل حمد بن تميم آل الثاني ببناء دولة حديثة صغيرة صغيرة، يعني قل لي قطر إيش فيها؟ أنا أتحدى أي واحد يقول لي اسم أي مدينة قطرية. هي الدوحة. طيب الآن يعني قناة الجزيرة، القنوات القطرية بتستضيف اليافعي وبتستضيف ملاطف كل يوم، هل تعتقد أنهم بيستضيفوهم لأنهم مبهورين بملاطف مثلا؟ يعني عمرهم ما شافوا برع أو ملاطف بيعمل شيء خارق للطبيعة؟ مع كامل احترامي لي، شاب موهوب ومبدع ومبيض وجيهنا هناك، لكن ليش بيستضيفوه كل يومين ثلاثة أيام استضافوه وفي الأغنية الرسمية؟ لأنه قطر ما عندها شيء حتى على المستوى الفني. أنا أتحداك تعطيني اسم مغني قطري، عطيني أسماء ثلاث مغنيين قطريين، اثنين ممثلين قطريين، عطيني اسم مسلسل قطري أو فيلم قطري أو مسرحية قطرية. حتى على المستوى الفني ما عندهمش، عشان كده بيفرحوا بأي ظاهرة عربية تشارك الآن في كأس العالم، بينما اليمن عندها المواهب بالعبط.
لكن لا يتم استغلالهم أو إظهارهم. اليمن في أسفل القائمة في كل المجالات، بينما قطر هي الأولى على مستوى العالم في التعليم المدرسي، الأولى على العالم في تعليم اللغات، الأولى على العالم في الطيران، أكبر دخل فرد في العالم، أكبر رواتب في العالم في قطر، أغنى دولة يعني بالنسبة لشعبها في العالم قطر، بالنسبة يعني اللي هي نصيب الفرد من الثروة المحلية. طيب كيف؟ اسأل كيف؟ أنا أقول لكم ليش. لعدة أسباب. أولا أنه قطر دولة لا يوجد فيها أحزاب، والله ما خرب بيت اليمن غير الأحزاب، غير الأحزاب والمحاصصات وكل أربع مقاعد وزارية لازم تروح لحزب، ولازم يتناطحوا بينهم الوزارات السيادية، ولازم كل واحد يعمل له حزب وأنصار وتفتت الجيش بينهم، هذا اللي دمر البلاد. بينما قطر فيها شخص واحد مسؤول عن كل شيء، جاسم بن حمد آل الثاني هو المسؤول عن كل شيء هناك، لا في حاجة اسمها أحزاب، لا في حاجة اسمها محاصصات، ويعتبر نظام ملكي، شخص واحد مسؤول عن كل شيء، يا صلح البلاد يا قصوا راسه. فتخيل دولة الآن صغيرة بحجم قطر تحقق كل هذه الإنجازات، صرفوا أكثر من ربع تريليون دولار، وانت تشوفه رقم كبير لكنه الناتج المحلي لسنة واحدة، مع العلم انه الاحتياط النقدي لقطر يبلغ قرابة 800 أو 900 مليار دولار، يعني حوالي تريليون. تريليون هذه احتياطي، هذه هم مش محتاجينها، هذه مخلينها احتياطي للحروب، للأزمات، لحرب عالمية ثالثة، لكارثة تسونامي تمسح قطر لا قدر الله، حفظ الله قيادتها وشعبها. بينما اليمن حدث ولا حرج مع السياسيين حقنا، وما حدث من بعد عام 62 إلى اليوم، بدل ما نشوف كيف نبني بلادنا. وفي النهاية يعني هنا بعض الحكومات حقنا في الجنوب بيتضاربوا بيناتهم عشان السعودية والإمارات، بينما السعودية الآن قد لها عدة سنوات ترحل اليمنيين حافيين من الحدود، والإمارات قبل عدة أيام في الأوبريت العربي اللي عملوه عندهم عشان الكتاب أو حاجة كذا، عملوا أوبريت في النشيد الوطني لكل الدول العربية عدا اليمن. هيا تخيل أنت، أنت لو عند أم سياسي في اليمن احترام وكرامة ما يطلع في التلفزيون يدافع عن الإمارات وعن مخططها في اليمن. جابوا النشيد الأنشدة الوطنية لكل الدول العربية عادة اليمن، هذه ما جابوهاش. قمة الدول العربية، القمة العربية اللي حصلت في الجزائر أو تونس، في الجزائر صح؟ أنا ما حد بيتابع أصلا القمة العربية، فاعذروني لو أخطيت في المكان، أعتقد في الجزائر. في الجزائر حاطين على يعني كل دولة قدامها حقها اللافتة حقها الذهبية هذه، جمهورية مصر العربية، الجمهورية العراق، إلا اليمن الجمهورية المنية، الجمهورية الميتة، الموت المنية. وفي الصور الرئاسية في النهاية يفترض أن الرؤساء كلهم يوقفوا في الصف الأول، تتفاجأ وفي الصف الثاني يكون الممثلين، لو رئيس ما جاش وبعت رئيس وزراءه وبعت وزير خارجيته، كل الرؤساء قدام إلا رشاد العليمي واقف وراه. وشوف حجم الإهانات وتخيل هذا الفرق. أنا ممكن أعمل لكم حلقة مدتها 3 ساعات، لكن ما ودنا نعكنن فرحة كأس العالم، بس شوف الفرق بين دولة صغيرة كقطر حجمها أقل من يعني حجمها حوالي 2% من حجم اليمن، أقل من 2% كمان من حجم اليمن، وشوف إيش عاملة وإيش حققت لشعبها. استثمرت الآن ربع تريليون دولار في بنية تحتية. تخيل الآن قطر الدولة الوحيدة في العالم اللي ملاعبها مكيفة، الشوارع مكيفة، الشارع تمشي في الشوارع، الشوارع نفسها عبارة عن مكيفات، في حواف على الطرقات تخرج هواء بارد. شوف وين وصلوا وشوف احنا وين. هم وصلوا هناك بسبب حمد بن تميم الجاسم، واحنا وصلنا للي احنا فيه بسبب السياسيين اليمنيين حقنا. في ختام الفيديو اصدقاء المتابعين، تحية لقطر اللي حققت هذا الانجاز الهائل اللي يرفع راس الامة العربية والاسلامية باكملها رغم كل الحروب وكل الضغوطات وجماعات الضغط ولوبيات الضغط الاعلامي والسياسي والدبلوماسي وكل الحروب التي شنت على قطر برعاية اوروبية وبرعايات عربية ايضا من دول في المنطقة ودول في مجلس التعاون الخليجي، الا انها حققت ولازالت محتفظة أيضا بالقيم الإسلامية. قطر الحرب اللي عليها من الغرب لأنها رفضت الآن أنه وجود الخمور داخل الملاعب، ورفضت أيضا رفع شعارات المثليين تقول لك أنت في الفندق عيش حياتك، أما في الشارع ما يحق لكش تروج لأفكار الشذوذ الجنسي. والآن الشعارات الإسلامية والتعرفة بالنبي على كل الحوائط في قطر، هذا حدث رائع. أتوقع أن إحنا القناة مش رياضية زوايا مظلمة، لكن ممكن نتطرق
لأحداث كأس العالم أو نربطها بأحداث سياسية أخرى أو ماذا يحدث في الوطن العربي. هنشوف إيش اللي هيحصل. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومتابعة رائعة إن شاء الله. أنا مين هشجع يسألون الناس؟ أكيد أنا هشجع الأفريقيا العربية الأربعة كلها، هشجع الأفريقيا العربية حتى خروجها لا قدر الله. وبعدين أنا حر، هقول لكم بعدين من هشجع. في ختام هذه الحلقة أصدقاء المتابعين، هذه لكم مني تحية. أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسالمين جميعاً.